السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منار التربية الإسلامية المستوى الخامس، مكون التزكية أي العقيدة. ربي كريم يدخلني جنته سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ إذن الصفحة 46. ربي كريم يدخلني جنته. سمع علي جده عقا، وهذه من الأسماء الأمازيغية، عقا يرجو الله تعالى أن يدخله الجنة، فسأله عما أعده الله فيها لعباده الصالحين، فبما يمكن أن يجيبه الجد؟ إذن نقول: لقد وعد الله عز وجل عباده الصالحين بالكثير من النعم الكبيرة، من النعم الكبيرة والجنان والدرجات واستبدال حياتهم بسعادة لا تنتهي ورفاهية في جنان الفردوس الأعلى. فحين يتأمل العبد الصالح نعيم الجنة والآخرة التي سوف يحصل عليها إن كان من الفائزين، يجعله مشتاقا لرب العالمين ومشتاقا لدخول الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة إن شاء الله. إذن أقرأ وأتأمل. يقول سبحانه في سورة الحاقة من الآية 18 إلى الآية 23 بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويقول سبحانه في سورة الغاشية: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أتعرف معاني المفردات؟ لاغية، كلام لاغ وباطل لا تسمع فيها لاغية، كلام لاغ وباطل من اللغو، كلام زائد. سرر مرفوعة، سرر مرتفعة عالية، ونمارق مصفوفة، وسائد، النمارق هي الوسائد، موضوع بعضها إلى جانب بعض، مبثوثة، مبسوطة. أحدد المضامين. كيف هي وجوه المؤمنين يوم القيامة؟ وجوه المؤمنين يوم القيامة ناعمة، منيرة، ناظرة، 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 كما جاء في الآيات. وجوه يومئذ ناعمة، وكاين ناظرة، كاين في آية أخرى ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن أوصاف الجنة، ما أوصاف الجنة الواردة في الآيات الكريمة؟ أوصاف الجنة: ثمارها دانية، قطوفها دانية، أن سهلة القطف، بها عيون جارية، عيون وأنهار، سرر ونمارق وزرابي، وجنة، وجنة
زلة هادئة لا لغو فيها ولا ضجيج. بطبيعة الحال وهناك القصور، قصور ومجموعة من النعم ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. ماذا يجب على الإنسان فعله ليدخله الله جنته؟ نعم، أولا المحافظة على الفرائض التي افترضها الله تعالى على المسلم من صلاة وزكاة وصيام وحج، والإيمان بالله تعالى وعدم الشرك به. هذه من أهم الواجبات. ثم طاعة الله تعالى وطاعة رسوله، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. حسن الخلق المكتسب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا ماذا استفدت من هذه المعلومات السابقة، من هذه الآيات الكريمات ومن هذه الشروحات ومضامين الآيات؟ من أسماء الله عز وجل الكريم، فلا كرم يسمو على كرمه ولا إنعام يرقى إلى إنعامه سبحانه. يجازي المؤمن بفضله، أعد لهم الجنة التي هي دار الخلود، نعيمها دائم، يتمتعون فيها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالسعيد من عمل صالحا ليفوز بها. اللهم اجعلنا وإياكم من السعداء. أوظف تعلماتي، أكمل شفهيا العبارات التالية: ربي يدخلني لأفوز بالجنة، أقوم في حياتي بماذا وأتجنب ماذا؟ إذا أكمل: ربي كريم، ربي كريم يدخلني جنته لأفوز بالجنة. ماذا علي أفعل أن أفعل لأفوز بالجنة؟ أقوم في حياتي بطاعة الله، بطاعة الله، بتنفيذ أوامره، وأتجنب ماذا؟ وأتجنب نواهيه ولا أعصاه أبدا. أقوم وأدعم تعلماتي، أنقل الخطاط إلى دفتري، ثم أكمل بما أعده الله في الجنة لعباده. لأن هذه هي الخطاط. في الجنة ماذا؟ أنهار جارية، في الجنة ثمار متنوعة. ماذا أيضا يوجد؟ ماذا يوجد في الجنة؟ أشجار، أشجار، وليست كالأشجار الدنيا بطبيعة الحال. ثم ماذا؟ قصور، قصور، قصور من ذهب وفضة. نعم، وماذا؟ إذا في الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن وجد في الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط دون غيره فهذا يكفي. فأن تلقى رسول الله صلى الله عليه في الجنة فهذا من أكبر النعم، أكبر النعم أن تلقى رسول الله صلى الله عليه في الجنة، لأنه هو سبب إيمانك، سبب إيمانك واتباعك لأوامر الله وتجنبك لنواهيه. هو سبب، هو الذي بعثه الله رحمة للعالمين. صلوا على رسول الله. في الجنة رسول الله، ثم فيها خدم. في طبيعة الحال في الجنة لن تقوم بخدمة نفسك بنفسك، بل هناك ملائكة سخرهم الله سبحانه وتعالى لخدمة عباده الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.